موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: هذا خبر من الله جل ثناؤه عن قيله لهؤلاء المفترين عليه المكذبين آياته يوم القيامة. يقول تعالى ذكره: قال لهم حين وردوا عليه يوم القيامة: ادخلوا أيها المفترون على ربكم المكذبون رسله في جماعات من ضربائكم أو أضرابكم أمثالكم، في أمم في جماعات من أمثالكم من ضربائكم قد خلت من قبلكم. يقول قد سلفت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ومعنى ذلك ادخلوا في أمم هي في النار، قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. وإنما يعني بالأمم الأحزاب وأهل الملل الكافرة. كلما دخلت أمة لعنت أختها. يقول جل ثناؤه: كلما دخلت النار جماعة من أهل ملة لعنت أختها. يقول: شتمت الجماعة الأخرى من أهل ملتها تبريا منها. وإنما عنا بالأخت الأخوة في الدين والملة، وقيل أختها ولم يقل أخاها، لأنه عنا بها أمة وجماعة أخرى، كأنه قيل كلما دخلت أمة لعنت أمة أخرى من أهل ملتها ودينها أو من أهل النار، سواء كان من أهل ملتها أو غيرهم. وإن كان ظاهرا أنهم من أهل ملتهم، لأنهم قالوا ربنا هؤلاء أضلونا، فكل جماعة تلعن قادتها الذين أفتوهم بالباطل وحرفوا الدين حتى قبله الأتباع محرفا. وإذا كانت الحجة قد بلغتهم فإن ذلك التقليد الأعمى لا ينفعهم ولا يكون عذرا لهم. قال عن السدي: كلما دخلت أمة لعنت أختها.
يقول كلما دخل أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين، يلعن المشركون المشركين، واليهود اليهود، والنصارى النصارى، والصابئون الصابئين، والمجوس المجوس، تلعن الأخرى الأولى الآخرة الأولى. يعني يلعن اليهود اليهود القادة، ويلعن النصارى النصارى القادة أو الكبرى، وهكذا كل ملة تلعن من قادها إلى هذا الضلال وأفتاهم بالباطل. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال أبو جعفر، يقول تعالى ذكره، حتى إذا تداركت الأمم في النار جميعا، يعني اجتمعت فيها، نعوذ بالله، ويقال قد اداركوا وتداركوا إذا اجتمعوا، كأنه يدرك الآخر الأول فيكون معه. يقول اجتمع فيها الأولون من أهل الملل الكافرة والآخرون منهم، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال أبو جعفر، هذا خبر من الله جل ثناؤه عن محاورات الأحزاب من أهل الملل الكافرة في النار يوم القيامة. يقول الله تعالى ذكره، فإذا اجتمع أهل الملل الكافرة في النار فاداركوا، قالت أخرى أهل كل ملة دخلت النار، الذين كانوا في الدنيا بعد أولى منهم، أخرى أهل كل أخرى أهل كل ملة دخلت النار، الذين كانوا في الدنيا بعد أولى منهم تقدمتها وكانت لها سلفا وإماما في الضلالة والكفر. في تغيير المقصود بذلك، أخرى أهل كل ملة المتأخرون لعنوا من تقدمهم، من كانوا أولى منهم، يعني أوائل بالنسبة لهم، الذين كانوا في الدنيا بعد أولى منهم. بعد دي يعني الأخرى، تبع الأخرى، كانوا في الدنيا بعد الأوائل منهم، الذين تقدمتها الفئة المتقدمة، لأن الأديان إذا استقرت اتبعت من أقرها، وسائر الملل الكافرة إنما عبدوا كبراءهم وسادتهم الذين سبق أن قرروا هذه الديانة، أما أهل الإسلام وحدهم دون غيرهم، فمن قرر هذه الديانة هو القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام، دون أن يتمكن أحد من تغيير ذلك أو تبديله، لأن هذا الدين مبني على الوحي المنزل، ولذا كان ارتباط المسلمين بالوحي أساسي في الحفاظ على دينهم. أما هؤلاء الكفار، كلما دخلت أمة لعنت أختها التي سبقتها على الكفر، وكانوا أسبق منهم وأولى منهم، فحرفوا الدين وبدلوه حتى صاروا أئمة الكفر. قال عز وجل، قالت أخرى أهل كل ملة دخلت النار، الذين كانوا في الدنيا بعد أولى منهم تقدمتها وكانت لها سلفا وإماما في الضلالة والكفر، لأولاها الذين كانوا قبلهم في الدنيا،
ربنا هؤلاء أضلونا عن سبيلك ودعونا إلى عبادة غيرك وزينوا لنا طاعة الشيطان، فأتاهم اليوم من عذاب فآتهم اليوم عذابا فآتهم اليوم من عذابك الضعف على عذابنا. قال السدي: قالت أخراهم الذين كانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا الأديان الذين شرعوا لهم ذلك الدين، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. نعوذ بالله. وأما قوله قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، فإنه خبر من الله تعالى عن جوابه لهؤلاء عن جوابه لهم يقول: قال الله للذين يدعونه فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكلكم أولكم وآخركم وتابعوكم ومتبعوكم ضعف، يقول مكرر عليه العذاب، هي المفروض تكون وتابعيكم ومتبعيكم، إن هي لكلكم ده مجرورة، أولكم وآخركم وتابعيكم ومتبعيكم ضعف، يقول مكرر عليه من العذاب، وضعف الشيء مثله مرة. وكان مجاهد يقول في ذلك في قول الله عز وجل عذابا ضعف آتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف، قال مضاعف. عن السدي قال الله لكل ضعف، للأولى وللآخرة ضعف، يعني يكون دعاؤهم على هؤلاء المتقدمين سببا لكي يزاد العذاب عليهم هم بالتقليد الأعمى، وأولئك بافتراء الكذب على الله عز وجل، السادة والكبراء بافتراء الكذب على الله والقول على الله بغير علم، والضعف للأتباع المقلدين لأنهم كانوا سببا بإعراضهم عن الوحي المنزل واتباعهم لآراء الرجال سببا لحصول الضعف عليهم، مضاعفة العذاب. وقيل إن المضاعف في كلام العرب ما كان ضعفين، والمضاعف ما كان أكثر من ذلك. أعوذ بالله. ولكن لا تعلمون، يقول ولكنكم يا معشر أهل النار لا تعلمون ما قدر ما أعد الله لكم من العذاب، فلذلك تسأل الضعف منه الأمة الكافرة الأخرى لأختها الأولى. قال في قوله وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال أبو جعفر يقول جل ثناؤه وقالت أولى كل أمة وملة سبقت في الدنيا لأخراها الذين جاءوا من بعدهم وحدثوا بعد زمانهم فيها فسلكوا سبيلهم واستنوا بسنتهم. نعوذ بالله. فما كان لكم علينا من فضل وقد علمتم ما حل بنا من عقوبة الله جل ثناؤه بمعصيتنا إياه وكفرنا بآياته بعدما جاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل والنذر، فهل أنبتم إلى طاعة الله وارتدعتم عن غوايتكم وضلالتكم
فانقضت حجة القوم ويخصوا فانقضت حجة القوم وخصموا ولم يطيقوا جوابا، أو فانقضت حجة القوم وخصموا ولم يطيقوا جوابا بأن يقولوا فضلنا عليكم إذ اعتبرنا بكم فآمنا بالله وصدقنا رسله. يقول لم يطيقوا جوابا بأن يقولوا فضلنا عليكم إذ اعتبرنا بكم، فيها يعني هو عايز يقول إن 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 كان ممكن يعني يجيبوا بهذا، ولا ليست إجابة، لأن ما كانش فيه إجابة إلا أن يكونوا قد آمنوا بالله وصدقوا رسله. يعني لم يطيقوا جوابا أن يقولوا فضلنا عليكم إذ اعتبرنا بكم فآمنا بالله وصدقنا رسله. لو كانوا عملوا كده، أهل الإيمان عملوا كده، هم اعتبروا بمن سبق، شافوهم عبرة، شافوا الأمم المتقدمة الكافرة عبرة، فلم يفعلوا مثلهم فآمنوا بالله ورسله. أما هؤلاء فلم يفعلوا ذلك، فلم يجدوا حجة يقولونها، فما لكم علينا من فضل. قال الله لجميعهم فذوقوا جميعا أيها الكفرة عذاب جهنم بما كنتم في الدنيا تكسبون من الآثام والمعاصي وتجترحون من الذنوب والإجرام. عن أبي مجلز وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يقول فما فضلكم علينا وقد بين لكم ما صنع بنا وحذرتم. يعني لا فضل لكم، الفضل في تخفيف العذاب أنكم مقلدون وكنا قادة، لا فضل في ذلك. عن السدي وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فقد ضللتم كما ضللنا. عن مجاهد فما كان لكم علينا من فضل قال من التخفيف من العذاب، لأنهم كانوا بيتصوروا الأتباع إن الدعاء على هؤلاء بمجاز الضعف لن ينالهم، هم يكونوا هم أخف عذابا. فلما ضعف العذاب على الجميع قالوا فما لكم علينا من فضل في تخفيف العذاب، يعني أنتم لستم أفضل حالا منا بأن عذابكم أخف، ليس كذلك. عن مجاهد قال فما كان لكم علينا من فضل قال من تخفيف. ويقول هذا القول الذي ذكرناه عن مجاهد قول لا معنى له، لأن قول القائلين فما كان لكم علينا من فضل لمن قالوا ذلك إنما هو توبيخ منهم على ما سلف منهم قبل تلك الحال، حقيقة يعني ليس قولا لا معنى له، لأن الأتباع طلبوا مضاعفة العذاب على السادة، فلما ضعف على الجميع قالوا أنتم لستم أخف منا عذابا، أنتم لا فضل لكم علينا. والفضل يكون إن الأفضل حالا هو الأخف عذابا، هذا ليس مردودا كما قال ابن جرير. قال يدل على ذلك دخول كان في الكلام ولو كان ذلك منهم توبيخا لهم على قيلهم الذي قالوا لربهم آتيهم عذابا ضعفا من النار، لكان التوبيخ أن يقال فما لكم علينا من فضل في تخفيف العذاب عنكم وقد نالكم من العذاب ما قد نالنا، ولم يقل فما كان لكم علينا من فضل. وفي الحقيقة أن هذا الأمر ليس
يعني بحجة في رد قول مجاهد والله أعلى وأعلم، يعني فما كان لكم علينا إذ حدث ذلك، إذ نال كل منا ضعف، فلم يكن لكم علينا فضل، والعياذ بالله من هذا الجدال والخصام الذي لا ينفع أصحابه بل يزدادون ألما، نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.